1972 باسم الجمعية البحرينية للشركات العائلية. نرحب بكم جميعا في هذا المنتدى. نرحب بمعالي رئيس مجلس الشورى وسعادة محافظ البنك المركزي وبكم جميعا حضرات السيدات والسادة. نحن في بيت القرآن، وخير ما نبدأ به أعمال هذا المنتدى آيات من الذكر الحكيم، تفضل مشكورا بتلاوتها سفير الجمهورية العراقية لدى مملكة البحرين سعادة السيد غسان حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم أرض فإذا هي تمور. أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. الجمعية البحرينية للشركات العائلية هي تتويج لجهود طيبة أثمرت عن الإشهار عن تأسيس هذه الجمعية في 30 يوليو 2006. الكلمة الآن لرئيس هذه الجمعية السيد خالد كانو. أصحاب السعادة، سيدات والسادة، نرحب فيكم مرة ثانية وباخذ من وقتكم شيء قليل، دقائق قليلة، لأعطاكم نبذة عن الجمعية. الجمعية طبعا مثل ما تشوفون تأسست. أول نبتدي معلومات أولية عن الجمعية. تأسست الجمعية في 30 جولاي 2006، صار لها تقريبا حوالي سنة. تضم 35 عضو مؤسس، لكن الجمعية ترحب بالمزيد من الأعضاء، وترحب بالمزيد من الأعضاء سواء من الشركات العائلية أو من المهتمين بالأمور الشركات العائلية. وهي تقوم، هي مؤسسة ذات نفع عام لا تستهدف الربح،
وتقوم بتمثيل الشركات العائلية والعمل على الدفاع عنها. نعطيكم لمحة موجزة عن شعار الجمعية. شعار الجمعية اللي يشوفونه على الشاشة هو يحتوي على ثلاث حلقات مترابطة تمثل الملاك وأفراد العائلة والمدراء والعاملون. والسر في نجاح الشركات العائلية هو مراقبة كل حلقة وعدم السماح لإعطاء الأفضلية لوحدة على الثانية. ويجب أن علينا التمعن بما يوجد هناك ما يوجد هناك من تداخل ما بين هذه الحلقات والحاجة إلى الحكمة والقدرة على تحمل الصعوبات والتغلب عليها. هذه هو شعار الجمعية. وكل هاي حلقات مهمة، كل حلقة من هذه الحلقات مهمة وتلعب دور كبير للغاية. ومن أهم واجبات الجمعية القيام بما يلزم من أمور يتم فيها توازن هذه الحلقات مع بعضها البعض. وجميع هذه الحلقات يعني مترابطة ولا غنى مثل ما قلنا لطرف على لحلقة على الأخرى. رؤية الجمعية هي العمل على احتضان ورعاية الشركات العائلية في المملكة ومساعدة الشركات على تطوير هياكلها ونظمها واستراتيجيات عملها ومواجهة التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية ومحاولة تأسيس مقر الجمعية في المملكة وتوسيع نطاق عملها خليجيا إن أمكن. رسالة الجمعية تنفيذ كافة البرامج والمشاريع والبرامج التي تحقق وتساهم في تطويرها وتكفل النمو والازدهار وتعزز قدرتها التنافسية، كما تقوم بتقديم خدمات التوفيق والمشورة لمن يطلبها من أعضاء الجمعية وذلك للمساهمة في حل أي خلافات من أعضاء الجمعية وحتى من خارج أعضاء الجمعية أيضا، ومساعدة الشركات العائلية وتوجيهها إلى المختصين المعتمدين من قبل الجمعية وذلك من أجل مواجهة التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية، وكذلك تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية وحل الصعوبات ومشاكل الشركات العائلية. تبقى الأهداف مساعدة الشركات العائلية على تطوير هياكلها ونظمها واستراتيجيات عملها، تطوير وتنمية الفكر الإداري في الشركات العائلية، ومساعدة الشركات العائلية على بناء علاقات عمل مع نظيراتها في الخارج، والسعي لتمثيل وحل مشاكل الشركات العائلية لدى كافة الجهات في مملكة البحرين وخارجها، وكذلك مساعدة الشركات العائلية وتوجيهها للمختصين المعتمدين وتقديم خدمات التوفيق والمشورة وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية وتنظيم الفعاليات التوعوية التي تخدم الشركات العائلية. المشاريع والأنشطة والبرامج الموجودة هي الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه مراكز البحوث والمنظمات المهتمة بالشركات العائلية سواء الإقليمية أو الدولية، وتنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالشركات العائلية، وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم من رجال الأعمال والوفود الخليجية والأجنبية، وإعداد دراسات اقتصادية حول الأوضاع التجارية وغيرها من الأمور، وتوفير مكتبة بمراجع علمية وإحصائيات وأدلة تجارية وموقع إلكتروني، وتوطيد العلاقات مع الجمعيات والهيئات الخليجية ذات العلاقة في الشرق الأوسط والجي سي سي والعالم. ما نصبو إليه هو النجاح وتحويل هذه الجمعية إلى نموذج احتذى به من خلال برامج وأنشطة ذات جودة لتحقيق أهدافها المنشودة للمساهمة بفعالية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني والتجاري طبعا البحريني وأعضاء الجمعية على وجه الخصوص، وذلك
في تضمن الازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلد ومن تحولات اقتصادية واعدة وفرص استثمارية اجتماعية طموحة تنفذها الدولة لتحقيق الازدهار. ظاهرنا بأن الهاي. شكرا جزيلا. نشكر لكم. هذا العرض الموجز لمنطلقات الجمعية البحرينية للشركات العائلية التي يشكل هذا المنتدى باكورة نشاطات هذه الجمعية. الآن السيد خالد عبد الله الزامل عضو مجلس إدارة مجموعة شركات الزامل الذي سيتحدث لنا عن التحديات التي تواجه الشركات العائلية في الاستمرارية ويحلق بنا في أجواء وعرض هذه التحديات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ خالد كانوا ما قال لي إن الأخ محمد أخوي محمد بيحضر المحاضرة، فالحين الأسرار اللي طلعها توهقت فيها أو اللي بطلع. أظن في عندي بعض سلايدز هتجي، لكن حبدأ إلى أن تكون جاهزة. إن عندنا بالعربي والإنجليزي حطوها بالإنجليزي، نتكلم بالعربي اليوم. يعني مجموعة الزامل بدأت بالوالد الله يرحمه عبد الله حمد الزامل في البحرين، وبدأ أعماله التجارية وتوسع في المملكة العربية السعودية، وتوفى الله يرحمه في عام 1961. وبعدها تولى الأخ محمد قيادة الشركة وما قصر، ضحى وجلس وخلانا حنا نروح، اللي في كان يدرس في أمريكا واللي كان في ثانوي والابتدائي سواء هنا أو في السعودية. والحمد لله رجعوا الأخوان وبدأ الأخوان بالعمل مع الأخ محمد في الشركة، ومع انطلاقة المرحلة الصناعية خاصة في المملكة العربية السعودية والبحرين بدأت المجموعة الواقع التوسع الصناعي في حدود أوائل السبعينات. نمت المجموعة الحمد لله وتوسعت، وتماسك الأخوة والأخوات 12 أخ وخمس أخوات، وما زالوا الحمد لله في نفس الشركة. وطبعا الجيل الثاني أو الجيل الثالث أيضا بدأ وبقوة. بدأت طبعا مع التوسع ومع دخول الجيل الثالث بدأ التحدي اللي واجه أي شركة عائلية. ومن هنا بدأنا الواقع، بدأنا العمل. أنا طبعاً هتكلم في بعضها هتكون جزء من السلايد، بعضها هتكون مختلفة شوي. بدأنا وبدأت التحديات مع التوسع، وبدأ الأخوة نفكر بقوة في حوكمة الشركة وأهمية التأسيس هيكلية واضحة لنظام الشركة والفصل بين شؤون العائلة وملكية الشركة. كان منها إعادة تحديد عندك طبعا هنا الواقع كانت لمحة عن المجموعة. يمكن نمشي للثانية. كان في إعادة تحديد للملكية ولطريقة الحوكمة. في الأول شايفين المالك الوحيد عبد الحمد الزامل، بعدها الأخوة 12 مع الانطلاق المجموعة، بعدها يبدأ الجيل الثالث، يبدأ أبناء العم أبناء الخال أبناء الخالة، يبدأ نسميه اتحاد
أقارب. طبعا من بدأنا في الحوكمة بدأنا ننظر لمفهوم ومتطلبات وكبار المساهمين. يا أخي ما هي الفائدة من وأهداف أن نعمل نظام وحوكمة للشركة؟ كان دراسة أفضل ممارسات بالنسبة لإدارة شؤون العائلة وشؤون الشركة، تقييم واختيار وتطبيق خيارات نظام الحوكمة المناسبة لمجموعة الزامل. طبعا بدأنا وعملنا مع شركات استشارية لتحديد الأهداف لدراسة المشاكل وتوقعات التحديات للمستقبل، ويعني يمكن اشتغلنا معهم أكثر من 3 سنوات للظهور ب يعني أفضل الأنظمة. طبعا يعني شيء مهم جدا ودي أقوله، إنه أي نظام يجب أن ينظر له كنظام ديناميكي يتغير مع تغير الظروف. فوضعنا للنظام، وضعنا للميثاق والدستور، إنه ممكن يأتي له يوم المجلس العائلة له حق تغيير أي نظام أو أي مادة فيه. في الأدوار الأساسية في عندنا في إعادة تحديد دور مجلس العائلة ومجالس الإدارة أو مجلس الإدارة في تكويننا. يمكن بعد قليل يجي تكوين الشركة لمجلس العائلة، تنظيم دور أعضاء مجلس الإدارة. كان عندنا يعني الحمد لله من بدأنا يمكن مع تأثير الأخ محمد وضوح في الرؤية كمجموعة. الرئيس أو مدير عام الشركة من الأخوة له صلاحيات يتبع لمجلس إدارة الشركة، مع أن عندنا يمكن 12-15 شركة في السابق. مجلس الإدارة له صلاحيات معينة، المدير العام له صلاحيات معينة، وفي يعني عندنا واضح الفصل بين الصلاحيات وبين أيضا الأمور الشخصية. وكانت هذه يمكن من الأمور اللي خلتنا الحمد لله ننجح من البداية، أنه المدير العام مع أنه شريك هو موظف ومسؤول لتحديد مهام بالنسبة للربحية، بالنسبة لتوسعات الشركة، استراتيجية الشركة وتخطيط الشركة، لكن ليس له الحق أن يتصرف إلا في حدود صلاحياته. يرجع لمجلس الإدارة وأيضا يفصل أموره الشخصية، وهذه مهمة جدا لنا كلنا خاصة الشركات عالية للمستقبل، تكون في وضوح وصراحة أن نفصل الأمور الشخصية أو العائلية عن عمل الشركة. مع التوسع في هناك أدوار أساسية في بدأنا للظهور فيه لتنظيم الشركة، ومنها هيكلية الشركة القابضة، اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومراجعة الأعمال وسكرتارية المجلس. هذا بالنسبة للشركة القابضة. لجان المجلس الإدارة وضعنا، وفي لأن المجموعة فيها يمكن يعني العدد حوالي أكثر من 30 شركة ويمكن 35 شركة شقيقة كبيرة جدا، فاضطررنا أن نعمل مجالس قطاعات تابعة للمجموعة القابضة، صناعية، استثمارية، عقارية لتتبع، ومالية. الشركات المتخصصة إذا شركة صناعية تتبع للشركة للقطاع الصناعي. مجلس إدارة المجموعة القابضة يهتم بالاستراتيجية وبالسياسات العامة، أما الأمور الأخرى فتهتم فيها المجالس القطاعية. في أنا مضطر أسرع شوي، يمكن أخلي أكثر بعدين للأسئلة، لأن خالد كانوم معطيني وقت محدد وقال لي لا تتعدى. في تنظيمنا في الحوكمة ولهيكلية النظام اللي طلعنا فيه، طلعنا بتصميم لمجلس العائلة وهو منتدى يناقش أمور العائلة. وفي هالمنتدى هناك في المنتدى في لجنة مستقلة تعني بالجيل الثالث، وهذا مهم جدا. يجب أن يكون عند في الشركة مجموعة متخصصة
وأحد أفراد العائلة يكون منهم للاهتمام بالجيل الثالث، تدريبه يعني مراقبته، عمل يعني روتيشن في عمل إذا في عدة شركات أو عدة مهام يجب أن، وأيضا معايير للترقية والمكافآت والمعاشات. يعني ما بالموضوع موضوع عاطفي، يجب أن يكون فيه واضح في الصورة ويعطى. يعني اليوم، وهذا ترى تحدي حتى عندنا اليوم، مو بالأخ الأكبر من الجيل الثالث يأخذ أكثر من ولد عمه اللي أصغر منه بشوي لأنه والله هذا الكبير. هذه إحنا حاولنا أن نغيرها على حسب الكفاءة والتقييم، والتقييم يأتي من لجنة بروفيشنال متخصصة، ويكون واحد أو اثنين منهم من العائلة، من مجلس العائلة، وحبذا لو يكون واحد من الكبار من المالك أو الأخوة الكبار، لأن هذا وضع حساس ولكن يجب أن نتقبل فيه. هناك أمور أخرى مهمة جدا يجب أن ننظر لها في بالنسبة للأبناء. في ابن جيد كمدير عام كموظف، وممكن يصير مدير عام وبروفيشنال ممتاز. في ابن جيد يكون مالك، يعني يحضر جمعية عمومية، يسأل أسئلة ممتازة كمساهم، وممكن أنه يعني حتى يدلي بدلوة ويفيد الشركة بس كمساهم وليس كبروفيشنال أو كمدير. وفي واحد يعني ثالث ممكن أنه يعني خلنا نقول لا هذه ولا هذه، يبي ديفيدن آخر السنة ومرتاح. أهم شيء في الموضوع خلق الثقة بين الأفراد، خاصة الجيل الثالث أبناء العم، يعني هذه مهمة جدا. عندنا احنا اثنين من الأخوان هنا الصغار، وليد وتوفيق، كل همهم يبون الديفيدن في نهاية، وهم موجودين هنا عندنا آخر السنة. بالنسبة لي طبعا في هذه أدوار أساسية في شؤون في مجلس العائلة، يعني مثلا استراتيجية الشركة، مجلس العائلة يهتم أن يحدد لمجلس الإدارة أو القابضة وين اتجاه الشركة، مثلا قطاع الكوميونيكيشن جاي أو التليكوميونيكيشن أو أشياء جديدة. ممكن يا جماعة ترى أنتم مركزين لي على العقار ومركزين لي على الصناعات التقليدية، والعالم رايحين في محل ثاني، يعني يكون في نوع من التواصل معهم بس بصورة عامة، بصورة يعني ماكرو وليست مايكرو. بالنسبة لي أيضا ينظرون للشؤون العائلية، مشاكل بين الأخوة، مشكلة عند أحد أفراد العائلة بالسرية ينتدبون أحد يمسك هذا المجلس. مني في الأعضاء المجلس هذا عادة يكونون من الكبار الأخوة، يمكن الأب وبعد الأخوة اللي هم وصلوا 65، يعني اللي متقاعدون خلنا عشان ما نحدد عمر. فهذه مهمتهم، بالعكس هذه مهمتهم أهم من مجلس الإدارة القابضة، لأنه شؤون العائلة، ينظرون لأرباح الشركة يعني بصورة عامة، يتركون للأخوة اللي أصغر الوسط، يعني خلنا نقول الجيل الوسط أو اللي بعده، يتركون لأن هم يمسكون مجلس إدارة القابضة أو مجالس إدارة الشركات الأخرى. مجلس العائلة طبعا لا أهمية كبرى في تماسك المجموعة، في تماسك الشركة، وهذا تحدي ترى كبير، ويجب أن يكون هناك تضحية أو خلنا نسميها إعطاء صلاحية. يعني واحد اشتغل يمكن 50-60 سنة ما ودي يترك الشركة، لكن يجب أن يتعلم أنه يكون عندنا إعطاء الصلاحية، تربيهم زين وتخلي معهم بروفيشنالز، لكن مجلس العائلة يبدأ أن يمسك أعمال في أمور أخرى، ويترك للشباب موضوع مجالس إدارة الشركة. هنا عندنا هيكلية معينة لو تشوفها، تشوفونها لموضوع المجلس الإدارة، وحطيناها حنا الواقع، وطبعا احنا الآن نحاول ننفذها، ويمكن تاخذ شوية وقت، لكن هذه احنا شفناها وتعمل فيه في العالم كله. مثلا من اول
ثلاث سنوات أعضاء العائلة نحاول نجيب اثنين بروفيشنالز من برا، ممكن يكون بيج بزنس بيبل، محامين بروفيشنالز يدخلون في مجلس الإدارة، أنا أتكلم عن القابضة، ويساعدون الجماعة. بعدها من ثلاث إلى ثمان سنوات قادمة يتقلص أعضاء مجلس الإدارة إلى 8 إلى 10، الباقين يروحون المجلس العائلة، يطلعون فوق يبقونها، ويدخل 4 بدل 2 من خارج العائلة. في نفس الوقت هناك ممكن يجي عضو أو عضوين من الجيل الثاني أو الثالث يدخلون في مجلس القابضة، يعني يكون مثلا عنده صار له 20 سنة خبرة في الشركة أو في الشركات. العامل الزمني من 8 إلى 10 سنوات، طبعا هذه تتغير بكل شركة، تتغير لكل ظروف، لكن هذه حنا اللي نحاول نسويها، تنقص أو ينقص أعضاء الأعضاء من العائلة إلى 6. الهدف أنه يكون في 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 مجلس المجموعة 6 و6 فقط، 6 من العائلة أو 6 من خارج العائلة بروفيشنالي، أو يكونون من الشركة لكن مو من العائلة، ممكن يكون إكزيكتيفز، لأن هذه حيثري المجلس، الباقين يروحون في مجلس العائلة. هذا طبعا يبي له تفاهم كبير بين أفراد العائلة اللي يشتغلون في العمل، لأن وأنا أتكلم يعني واحد الحالة واحد ولده، لكن أتكلم عن الجيل الثالث الرابع لما تكون في عيال عم، عيال خالة، يعني الخوات عندهم أبناء، الأخوة عندهم أبناء، هذه يكون فيها لما تكون في وضوح وفيه نظام الأمور تسهل عليهم. مجلس العائلة لو نشوفها يعني في بنظرة عامة أيضا لمدة 10 سنوات القادمة، إحنا حطينا أن مجلس العائلة بس 12 أخ الأخ موجودين، طبعا الخوات معانا لكن ما يحضرون، يعطونا أوامرهم وحنا ننفذها لهم. في عندنا مركز عملناه من حوالي كم سنة، مركز عبد الله حمد زامل الخيري، وهذا الحمد لله له دور كبير الآن، وبدأ في موضوع التبرعات، في موضوع عرض قروض للمستثمرين الصغار 50,000 100,000 على أساس يقومون كمؤسسات الاس ام ايز الصغيرة والمتوسطة، يعطي سكولارشيب للجامعة للطلبة، يعطي يعني أمور الحمد لله بدأ يكون له دور في المجتمع. وهذه طبعا أي شركة عائلية ربحت الحمد لله من أي في البحرين أو في السعودية عليهم دور لمجتمعهم، وأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يبارك للعمل الخيري بصورة عامة. في عندنا في مجلس العائلة، في عند الجمعية العمومية، في عند المركز على اليمين، هذا مسؤولية مجلس العائلة المستقبل، وعندنا على اللي يسار عنا مجلس الشباب، هنا الاهتمام بالجيل الثالث بالتطوير. احنا مثلا صار لنا الآن سنة نشتغل مع شركة أجنبية وجبناهم يمكن 4-5 مرات، عندنا يمكن الآن نحن في الجيل الثالث حوالي 40 من عائلة، وجلسوا معاهم يمكن في كل جلسة مع الواحد 4 ساعات على مدى 2 يوم، وبعدها يرجعون لهم عشان يعرفون بالضبط خبرة الشاب، البوتنشال حقه، إيش اهتماماته. بعضهم قالوا الله رحمه ما نبي يجيب من الشركة، إحنا والله ودنا نشتغل حالنا، والحمد لله طلعنا الآن يعني تصور كامل لكل هالأولاد طبعا، واللي بيجوا بعدهم يعني هذا this is the process، هاي ثقافة هذا بنسويه إن شاء الله دائما، بحيث إنه ويصير لهم rotation، يعني ما يقعد واحد في شركة واحدة يستمر فيها، لا يتغير ويكون فيه اهتمام فيه واهتمام كامل، لأنه إذا حس الشاب إنه فيه اهتمام لو فيه مستقبل هيبتدي يحس إن هاي الشركة يعني له. وهذه أحد الأمور الكبيرة اللي تواجه الشركات، وخاصة مثل ما نعرف إنه 30% من الجيل الثاني يبقون متماسكين، وينزل إلى يمكن 7% أو إلى 3% الجيل الثالث أو الرابع. ليش؟ لأنهم يحسون إنه والله في unfairness، أو يحسون إنه مو جزء من هذا، ما لهم قرار، ما لهم أي يعني تدريب، أي اهتمام. لما هالاهتمام يكون طبعا منهجي منظم professional واضح لهم، هذا يعطيهم
انه يكونوا بلونجنس، انه جزء من المجموعة وجزء من الشركة، واحنا حسينا فيه. يعني الواقع احنا يعني تأخرنا في بعض الأشياء، لكن لما جينا واهتمينا فيهم شفنا التغير كبير عندهم في 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 نظرتهم. في طبعا بعد فترة طويلة حيكون في جمعية العائلة نسميناها احنا بدل المجلس، وهذه في اللي حتصير اللي لها أبناء وبنات الخوات، لأن حيكون اسم الزامل طبعا في جزء وأسماء عوائل أخرى. فذلك هاي جمعية العائلة حتكون هي يعني تشمل كل الأهل العائلة اللي هم شركاء، ينبثق منها مجلس العائلة اللي هم يختارونهم بالأعضاء، يعني ممكن يكونون أغلبية من الزامل وبعضهم من غير الزامل، بس يكونون مثل عيال عم عيال خالة وكذا، على أساس يحافظ على كيان المجموعة والشركة المستقبل، ولأنهم ملاك في نهاية المطاف. طبعا يستمر ويكون في عندنا المركز الخدمة وتطوير الشباب موجود. طبعا في مجلس العائلة في نقطة معينة مهمة، طبعا في موضوع دائما يذكر اللي هو موضوع الببليك كمباني، شركات المساهمة. أي شركة عائلية والله متى بصير شركة مساهمة؟ حتى احنا يعني كله في مفهوم خطأ على الزامل. مجموعة الزامل ما تحولت إلى شركة مساهمة، مجموعة الزامل أخذت بعض الأنشطة اللي نجحت فيها وحولتها إلى مساهمة، حديد المكيفات أو جابت بتروكيميكالز مشان القابضة مساهمة، لكن قابضة تملكها العائلة، وهذا استمر القابضة مملوكة بالعائلة، لكن ممكن هي تؤسس شركات مساهمة سواء بصناعاتها أو بتطوير. فهذه مهمة، يعني العائلة نفسها الشركة العائلية لا تتحول إلى مساهمة، أنشطتها أو بعض أنشطتها تتحول إلى مساهمة. في طبعا هذه شوي سم ها طيب أنا يعني الواقع المعلومات كثيرة. طبعا كثير من الاشياء اللي سويناها احنا يعني الحمد لله نفتخر فيها، لكن ترى ما زالت من التحدي وما زلنا يعني نتصارع فيها ونعمل على ان نبذ. هذه بس نبذه بسيطه عن القابضه، هذه الشركه القابضه وتحتها مجالس ادارات الشركات الاربع اللي هم مسؤولين عن الشركات اللي تحتهم، يعني الشركات الصناعيه تروح لمجلس اداره الصناعه، الشركات الاستثماريه تروح للاستثمار والتجاره بهالصوره. طبعا هنا مجلس إدارة والقطاعات كيف الحوكمة، وطبعا في لجان متخصصة تتبع كل شركة شؤون الأعمال بالنسبة للعائلة. في آخر عملنا دستور وميثاق العائلة، وهذه الأشياء اللي منها هدفنا في هذه موجودة في حوكمة نشاطات مجلس العائلة، في مرجع لاتخاذ القرارات، تنظيم الإجراءات وكيف تصرف بالنسبة لأعضاء العائلة. طبعا قيمنا هو الإسلام والعائلة والوطن بالنسبة لنا في السعودية والبحرين. العائلة طبعا وضع ضوابط لها وأفراد، طبعا احنا هذه انا ماخذها من الميثاق او الدستور، وهذا الاخوان ناقشنا احنا كثير. طبعا مثل ما قلت انا ممكن اي وقت للمستقبل يتغير الميثاق، وانا اعتقد هذا مهم جدا اي شركة عائلية ان تضع لها نوع من الدستور الميثاق اللي تتبناه وتؤمن فيه، لأن هذا يقوي تماسك العائلة. في شيء معين تحد من تنافس أفراد العائلة أيضا لما يكونون كلهم في الصورة، وفي نظام معين الشخص في عائلة ما ينافس في نفس النشاط، إذا ينافس يترك العائلة، يعني هذه مهم يكون نشاطه مختلف، يقدر يشتغل حال لكن يكون نشاط مختلف تماما. أيضا ميثاق العائلة يتكلم عن المجلس العائلة وعن الأعمال، يعني مثلا مجلس العائلة الأعمال الاستثمار بنشاطات شرعية، التزام بقوانين الدول المضيفة بغض النظر عن الربحية، المنافسة العائلة والاهتمام بالكوادر البشرية وتأمين مناخ عام مريح في العمل. يعني في يعني ميثاق ودستور لهذا للمجتمع، علاقات وطيدة مع المجتمع بالنسبة للأعمال الخيرية، بالنسبة يعني احتياجات المجتمع التي ينتمي لها، هذه أمور نحن نؤمن فيها. طبعا بالنسبة للشباب وهذا اللي عملنا لهم
وتحضير الجيل الثالث، هذا المهم وهذا التحدي اللي هو بالنسبة للشباب. شكرا وآسف على الإطالة. المحور الأخير تنمية ثروة العائلة مع الجيل الجديد. يطرح هذا المحور الدكتور هشام العجمي المختص بتطوير الشركات العائلية بالمعهد الدولي للتطوير الإداري في جنيف، فليتفضل. السلام عليكم وشكرا جزيلا على ضيافتي هنا. As I left Egypt 34 years ago, so allow me to speak English to present this, to make my presentation in English. You can ask me questions in Arabic, it's no problem. احنا كمصريين احنا اقوياء في مجال واحد بس في اللغه العربيه اللي هو طبعا النكت، لكن في مجال البرزنتيشن it will be difficult for me to do this in Arabic. So allow me to share with you this presentation. As you see, young generation is a driver of innovation of family business. Just to let you, to give you a little bit of my background, as I said, I left Egypt when I was 18 years old. I did very well. I studied in Lausanne in Switzerland, and I did my PhD, and then I became a professor in the University of Lausanne. After 3 years teaching, I hated teaching. I said I like to be a businessman. So I joined the multinational, Swiss multinational in Zurich, and I worked for them until I became head of strategy. And my job after a while was to acquire small and medium-sized enterprises in Europe, specialized in a certain area in metal treatment. And all these SMEs were family business. So I went through, maybe in 7 countries like Italy, Germany, and so on, I went through the pains of the family business, losing them, how family business are disappearing. And I worked very hard with these people, and it was very an emotional, emotional experience when you see a family business after maybe 50 years disappearing. After that, I started my own company one day, and I focused my work in Europe, especially in Holland and Belgium, on helping family business. Until I met Khaled Al-Zamel in end of 93 in Geneva, and we walked together. Like all the Al-Zamel family, they like to walk. So we walked 6 hours. And then it was in Lucerne, I'm sorry, not Geneva, Lucerne. After 6 hours, he said to me, look, I mean, why you don't come to visit us in Saudi Arabia? And for me, I mean, till 94, the only thing I knew about the Arab world was my village in Egypt, the airport of Cairo, that's it. So to discover Saudi Arabia was something. So I arrived there and I met in the family, and I met, I think the first person I met was Adib Al-Zamel, his brother. And here started a collaboration. I worked for Al-Zamel for 18 months as advisor, part-time. And honestly, I was very thankful that they paid me, because I was more learning than giving. These people knew it all already, but they wanted to be challenged or to benchmark, and this was my job. In the same year, I met through a common friend, Khaled Kanu, and this is also dated to 94. And with Khaled Kanu started another adventure, is research. We did a lot of research together. And Khaled Kanu, for us now in Europe, when we are teaching, the only reference we take in literature when we are teaching in IMD is the work of Khaled Kanu. I had the pleasure to work with Khaled in a lot of conferences in UK, in Rome. We had a lot of fun, and we had a lot of challenges. In the middle of our discussion, somebody stand up and say, why are discriminating women, and we have to handle these things. So we had a lot of learning. Now, as you see from the two addresses, I have two hats. I'm a member of the management team of IMD. IMD is a business school, not in Geneva, in Lausanne. In Switzerland, and also there is something called Sarawat Family Business Forum, which I will talk to you about it in a minute. Just allow me just to have a commercial break to tell you about what's IMD. IMD is a business school. We are ranked among the top business school in the world. We are focused on leadership, and we have a special chair for family business, the first one in Europe,
and after that it was copied by Harvard. Our ranking is very strong. We are ranked mid-May this year. We are ranked by Financial Times as number 3 in the world, advancing, and we are the smallest in this top league. So we are very proud of this. This school is self-owned. We own the school. It's created by the industry 65 years ago and is very focused on research and executive education. The other thing I'd like to show you is this thing, Sarawat Family Business Forum. Sarawat Family Business Forum, it came a result of my frustration of attending a lot of conferences around in Europe and in the rest of the world talking about family business. The Arab family business did not have an international voice.